بين سواء دالتش أو سواء كاريريو. لا تغيير في الأهلي مع التبديلين في آن واحد من جانب النصر. حسين عبد الغني يلعب عرضية، جول الله. ممكن أنه يتكلم عنها جمهور النصر بأنها البداية ولا إلى ناحية محمد دور، منقول الكرة صافرة وخطأ لمحمد دور في منتصف أرضية الملعب. كرة خطأ لمصلحة النصر، معها المونديال يقع النصر. استراتيجية السيد كاريريو على صعيد المباراة، يقلب الطاولة على أليكس بثلاثة مهاجمين باعتبار أنه يلعب بالسهلاب. عمر هوساوي، كرة منقولة أمامية، محمد دور، استعراضية الأخطبوط على صعيد المنتخب ونادي الهلال تحديدا وبداية من نادي الطائي بحايل، والضيف الجديد على هذه البطولة رائد التحدي الذي يأتي من القصيم إلى هذه البطولة كثامن الدوري. كرة منقولة إلى الجانب الأيسر، هناك حسين عبد الغني يلعب داخل المنطقة، ضغط أهلاوي، محمد دور يتراجع للمنطقة الخلفية لمحاولة فك الضغط الأهلاوي من 12 مرة على لقب هذه البطولة. أعتقد بأن الأهداف التي سجلت، أو من المؤكد بأن الأهداف التي سجلت على صعيد الست نسخ كانت 228 هدف. يتصدر قائمة التهديف هو الهداف ناصر الشمراني الزلزال الشبابي. كرة منقولة للنصر، الآن فيها كرة للراهب السهلاوي، يمضي في كرة ممكن يغير رأيه لكن تأخر في الكرة، يعيد للخلف لحسين عبد الغني. حتى الآن غير ليس هناك مستجدات للنصر. هنا كرة منقولة، الحوار من خارج المنطقة والتصويب لإبراهيم غالب، التراجع الأهلاوي. الكل يتذكر مباراة الدوري التي كانت متقدما فيها الأهلي 3-0، ومن اليوم النصر يفتقد إلى ملعوب الكرة في منتصف أرضية الملعب لنور. نور عنده مهام خاصة من السيد كارينيو، ولكن حتى الآن بونورام ما ظهر كما يريد الجماهير الأصفر العالمي. أرقامه تعد ثمان متجر ربما النصر، متجر النادي اللي كانت وفاء وزيارة من الرأس الذهبية ماجد عبد الله. خلونا اللي قال في تصريحه، أدين للنصر وفاء لي نجم الأسمراني، ومن ينسى ذلك النجم الأسمراني مقاتل محمد نور على التنفيذ. القيصر النصراوي مع حسين يصوت تصويبات باليسار، شوف لمحة باص عيون، ولكن التصويبة كان فيها فنون ما بين بونوران وما بين بو عمر، ولكن مرت الكرة إلى منتصف أرضية الملعب. كرة خطيرة، ملعوبة الكرة، سلطان سوادي، كورته مقطوعة، محمد نور يحافظ على كورته، يحاول يتلاعب بطريقته، ابن مكة يعرف مشوار الكرة أين يذهب. أم كلثوم كوكب الشرق يتغنى بالكرة نور.